إذن متابعي قناة شوف تيفي مباشرة معكم من أمام المحكمة الابتدائية بتطوان. الآن يعني عادل المرابط العميد السابق للمغرب التطواني يدخل على خط يعني القضية ديال أيوب من أمام المحكمة، بغى يعطي تصريح لقناة شوف تيفي، وقناة شوف تيفي فكتفتح الباب ديال للجميع باش على أنه يكشف ما يمكن له أن يساعد يعني في هذه القضية، فك يعني شفرات لغز يعني لهذه القضية ديال ايوب الكحل لاعب ديال المغرب الفاسي. اذا غادي نعطيو الميكرو الان، خذ سي اسمح لي خذو كامل الظروف ديال المباشر المتابعي قناه شوف تيفي. سي عادل شنو تبغي تقول للضيف من خلال هذه القضيه ديال الاشتباه، نقول الاشتباه يعني في الاعتداء على شرطي؟ الان القضيه لا زالت يعني مفتوحه، ما عرفناش شنو المخرجات ديال الجلسه، شنو ممكن على انك تضيف من خلال هاد الحوار؟ السلام عليكم ورحمه الله. بدايه بغيت نشكروا قناه شوف تي في الحضور ديال المؤازره ديال الاخ ديالي الصغير اللاعب ديال فريق المغرب الفاسي ايوب الكحل، باش نوضحوا الراي العام بعض الامور بالنسبه للاخ الصغير ديالي والصديق ديالي ايوب الكحل. ف اللاعب ايوب كما كيعرف عليه الجميع بكل صراحه لاعب اللي خالق، لاعب اللي عنده كفاءة وعنده اسم في مدينة تطوان. كنظن وقع واحد المفهوم غلط، لأن كنشوف بعض المناظر كتكتب على الأخ أيوب بعض الأغلاط، لأن احنا سمعنا بعض الأخبار بكل صراحة. أنا ما كنظنش، لأن عايشته وجاورته كلاعب ولعبت مع الإخوان ديالو اللي كازوا سابقين تا هما في الميدان كرة القدم. كنظن أن هذا اللاعب هذا تربى معنا ولا كبر معنا، فكي بكل صراحة فهو اللاعب خالق. كنظن طاح في يعني في واحد شي مشكل، كنظن اللي غلط فيه كنظن، ولكن ما يوصلش لهذا الشيء اللي سمعنا، لأننا كنعرف أيوب ما يقدرش يوصل مع السلطات ولا الأمن حتى للضرب أو شي حاجة بحال هكا، لأن كنعرف الأخلاق ديالو كما كنعرف راسي بكل صراحة. نعم، العلاقة ديالو مع السلطات يعني من خلال المعرفة ديالك لأيوب؟ بالنسبة كنعرف أنا العلاقة ديالو مع السلطات، كيعرف بزاف هنا من ناحية الأمن، كيعرف الإخوان بزاف هنايا، كذلك حنايا عنده علاقة مع بعض الإخوان في البوليس، لا في لا محامين لا قضاتنا، الحمد لله عنده علاقة طيبة، معروف في المدينة بكل صراحة، معلوم الولد حنين. ما كنظنش غيوصلنا هذا الشيء اللي وصل له، نتمناو من الله باش يشوفوا السلطات يعني يشوفوا لا من ناحية العائلة لا من ناحية الولد اللي باقي عاد البداية ديالو المستقبل ديالو، نتمناو من الله باش يشوفوا مع هذا الولد هذا ويكون إن شاء الله البراءة، لأن بكل صراحة أيوب كما كيعرف كما قلت لك عليه الجميع اللاعب اللي كنبغيوه وخانا، وغنتمناو له غير الخير. كما قلت لك نتمناو من العداله تكون مع تشوف مع الوليد ايوب ديالنا، وان شاء الله يخرج عند عائلته ويكمل المشوار ديالو، حنا باقي كنتفائلوا به ان شاء الله، وعنده مستقبل زاهر، وكما قلت لك فهو كيبقى ولد المدينه ديالنا وخانا، وعنده علاقه طيبه مع الناس في المدينه ولا مع السلطات، ونشكروا السلطات حتى هي باش حتى هي تساهم في هذا الخروج ديال اللاعب ايوب ان شاء الله، ونشكروا الجميع على هذا الشيء هذا ان شاء الله. نعم سي عادل، واش يعني لو سمحت عطيني الميكرو غير باش تسمع الصوت ديالي. سي عادل، واش سبق لك يعني عشتي تجربه رياضيه مع ايوب يعني في احد النوادي ولا؟ وهذا بكل صراحه حنا عاش معايا كلاعب وعاش معايا كاخ يعني جاورته خارج الميدان ولا داخل الميدان، لعب معايا في نهضه مارتين، لعب معايا في ملاعب صغرى، تدرب معايا كنت باقي في المغرب التطواني، عاش معنا في الفئات الصغرى. كما قلت لك فكاع الاخوان ديال العائله كحل لعبوا معايا، كما قلت لك هذا هو الاخ الصغير ديالهم، حتى هو جاور معايا في مارتين وفي بعض التدارب في بعض المباريات في الملاعب الصغرى، كل كيشهد بالاخلاق بكل صراحه. بلا ما ندخلوا في ذاك الهضره ديال الفيسبوك، ولكن كنهضر معك واقعي لان عايش مع هذا الولد هذا، الولد اللي بكل صراحه ما كنظنش غيدخل في هذه الشبهات هذه. نعم، اذا شنو ممكن على انه يكون وقع من خلال هذه القضيه؟ انت حنا لنا الثقه في القضاء، القضاء غادي يكشف، ولكن انت كارتي صمد ديالك شنو ممكن على انه يكون وقع لايوب يعني؟ وبطبيعه الحال الامن غيفصل في هذه القضيه هذه، ولكن حنا كنتفائلوا وكنطالبوا من السلطات باش كما قلت لك كيشوفوا، لان الوليد باقي صغير نظن ما وقعش داك الشيء اللي سمعنا، ولكن انا كنتفائل ان شاء الله باش غيكون ان شاء الله يوم الاثنين الخروج ديال الاخ ديالي ايوب،
وكما قلت لك في السلطات حتى هما غيشوفوا من ناحيه ديال العائله ولد الولد كما قلت لك راه باقي كيجاور الكره ديالو، هذه هي البدايه ديالو وباقي عنده مستقبل ومستقبل كبير. كاملين بغينا نشوفوا لا الناس ديال المدينه ولا السلطات ولا الاعيان ديال المدينه، هذا ولدنا وخانا وخصنا حتى هو يكون ان شاء الله معنا ونتمناو له غير الخير. شكرا لك شكرا عادل على الوفاق ديالك. شكرا شوف تي في، نشكرك نحييك، شكرا جزيلا لكم متابعي قناه شوف تي في هنا من امام المحكمه الابتدائيه بتطوان، ننقل لكم تفاصيل القضيه المثيره ديال ايوب الكحل. يعني بكل حياديه متابعي قناه شوف تي في، قناه الشعب كتنقل يعني صراحه التفاصيل ديال هذه القضيه بكل حياديه ومن ارض يعني مدينه تطوان من هنا من امام المحكمه الابتدائيه. نترككم الى بث مباشر اخر متابعي قناه شوف تي في، دامت لكم الموده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.